صلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، رضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه، وعلينا فرض عنا يا رب العالمين. توقفنا أول البارحة عند المعارك التي افتتحها المسلمون في جبهات العراق، ومن ثم أرادوا بلاد الشام، وذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم من المرتدين الذين كانوا بأرض الجزيرة العربية، ثم وقع في نفس الصديق رضي الله تعالى عنه أن يرسل المقاتلين لفتح جبهات جديدة بأرض العراق وأرض الشام، فأرسل خالدا ومعه عدد من الصحابة كما تذكرون، وافتتحوا فتوحات عظيمة بأرض العراق، ولكن طرف الشام كان أيضا جبهة ملتحمة شديدة قاسية. وقدر الله تعالى فيما ختمت به الحديث أول البارحة أن خالدا في أواخر عهده بالعراق كان قد اقترب موسم الحج، فوكل أحد قادته على الجند ثم انطلق تجاه الحج، فحج ورجع إلى أرض العراق، وما كان قد أخبر أحدا بذلك. ووصل الخبر بعدما تم الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه، فغضب من خالد وأرسل إليه: كيف تخرج إلى الحج ولم تؤذني ولم تعلمني؟ وكانت جبهة الشام على أشدها في ذلك الحين، فكتب في الرسالة نفسها: فإذا قرأت كتابي هذا فاخرج بمن معك من الجند، يعني بجزء ممن معك من الجند، حتى تأتي إخوتك بأرض الشام، فإنه قد ادلهم بهم خطب شديد وأمر عظيم، فأسرع إليهم حتى تبلغهم، فإذا بلغت فأنت أميرهم. ويخرج خالد رضي الله عنه. الرسالة فيها حث له على الإسراع للوصول إلى أرض الشام، وبينه وبين العراق في ذاك العصر حتى يصل أرض الشام مفاوز كما يقول تنقطع لها أعناق الإبل، يعني في ذلك العصر تحتاج ما يقرب من شهر تقريبا سيرا على الإبل، وأقل من ذلك بالنسبة للخيول، والأرض كلها صحراوية كما نعلم إلى الآن مما بين العراق إلى بلاد الشام، وكانوا في بلاد الشام ليسوا في وسطها، وإنما كانوا في جنوبيها قريبا من نهر الأردن الآن، يعني الآن يمكن أن نقول على الحدود الفلسطينية السورية الأردنية، ها هنا كان تجمع المسلمين ليلاقوا الروم. وكان قبل ذلك أبو بكر رضي الله عنه قد أرسل جماعات من الصحابة وأمر كل واحد منهم على جيش صغير لقتال الروم. أرسل شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأمره على جماعة من المسلمين، أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه، أرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أرسل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، أرسل يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه. كل هؤلاء كانوا قد وصلوا إلى أطراف الشام وواجهوا جيوشا كثيفة من الروم، وحصل بينهم مناوشات، وبعض المؤرخين يقول حصل بينهم قتال وحاصروا مناطق. كل هذا صار ثم بلغهم أن الروم قد جمعوا جموعا كثيفة جليلة ضخمة لم يرى مثلها قط، لذلك أمر أبو بكر خالدا بالتعجل إلى أرض الشام. ماذا يفعل خالد؟ استدعى رجلا من خبراء الطرقات، دليلا ماهرا خريتا، الخريت هو الخبير شديد الخبرة في الطرقات وقطع المفاوز والصحارى، أرسل إليه فإذا هو رافع بن عميرة الطائي، فقال: أريد طريقا مختصرة توصلني بأسرع ما يكون إلى أرض الشام لأدرك إخواننا فيها. قال: أيها الأمير، إن أخذت بك في تلك الطريق أخشى ألا نرجع منها، قد أسوق بك في طريق مختصرة جدا، لكن بالمقابل هي خطرة جدا،
فأخشى أن لا نرجع إذا دخلنا فيها، قد نموت فيها عطشا وجوعا وشدة وشدة حرارة، هذا أمر خطير. فقال خذ بي بها لله أبوك، دخلني فيها. واستعد خالد رضي الله تعالى عنه، واستعد من معه أيضا، وأمرهم بشد مشافر الإبل التي معهم، مشفر الفم يعني أن يربطوها لها، أطعموها ثم شدوا مشافرها حتى لا تشتر وتبدأ بفقد الماء الذي تحمله، وأسرعوا المسير بشدة وتوطن وإرادة قطع بسرعة شديدة، فدخلوا في وسط الصحراء في طرق غير مأهولة، وما كانت القوافل التجارية وغيرها تسلكها. انطلقوا بها، وكلما قطعوا مسافة وجدوا أن الأمر يطول عليهم. طرق صحراوية وعرة شديدة الخطورة، ليس فيها أناس ولا شيء، لا نباتات ولا حيوانات إلا القليل، وليست مسلوكة قبل، ولكن هذا الدليل الصحراوي كان خبيرا، فيسلك في حياته الطويلة وخبرته العميقة، يسلك في هذه الأماكن، يقطعون ويجدون، ويشتد الأمر عليهم أكثر وأكثر، ويكاد طعامهم ينفد وشرابهم ينفد، وإبلهم وخيولهم تكاد تهلك. ومروا في طريقهم برجل من العرب، فسألوه عن المكان، فقال إذا وصلتم غدا إلى مكان كذا وكذا وفيه شجرة فقد نجوتم. إذا وصلتم غدا صباحا إلى مكان كذا وكذا وعلامته أن فيه شجرة وصفها كذا نجوتم، وإن لم تصلوا هلكتم كلكم جميعا. ويأمر خالد رضي الله عنه من معه على ما أصابهم من تعب وضعف وجوع وشدة وعطش أن يشدوا شدة واحدة، وكانوا كما ذكر عدد من المؤرخين قريبا من 10,000 إنسان، ليس عددا قليلا. أمرهم أن يشدوا شدة رجل واحد، وشدوا وانطلقوا، وكان الوقت نهارا، يطلبون هذا الأمر كما وصفه لهم الأعرابي إلى اليوم التالي عند مطلع النهار، يريدون أن يصلوا إلى المكان الذي أشار لهم إليه حتى ينجو كما بين لهم هو وهو من ابن أبناء تلك الأماكن. وأسرعوا وأسرعوا وشدوا، وجد الأمر بهم لم يستطيعوا، فنزلوا عن بعض جمالهم ونحروها، وأخرجوا ما فيها من ماء، والجمال خلق الله تعالى تحت سنامها أو سناماتها أشبه ما يكون بخزانات الماء، فأخرجوا ما فيها من ماء فشربوا منها، وجعلوا خيولهم أيضا تشرب، فخففوا عن أنفسهم قليلا، وتابعوا الطريق مسرعين جدا. عند الصباح إذا بهم يصلون إلى تلك الشجرة، فقال لهم خالد رضي الله عنه كلمة صارت من بعده مثلا يروى عند العرب، قال خالد رضي الله عنه عند الصباح يحمد القوم السرى، وهو مثل مشهور عند من يعرف أمثال العرب، عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني يحمدون أنهم شدوا وجدوا ولم يتراخوا ويتكاسلوا حتى يفوتوا على أنفسهم. أين وصل خالد عند الصباح؟ وصل قريبا من تدمر، كان في وسط العراق، وصل قريبا من تدمر، وهناك التقى بجماعات ممن يتابعون الروم، ففاوضهم وصالحهم، فكتبوا معه جزية، وتابع طريقه حتى وصل إلى أرض المسلمين، وكل مسيره هذا لم يتجاوز 9 أيام. كما قلت الأمر كان يحتاج إلى شهر على الإبل، وإلى 20 يوما تقريبا على الخيول، قطعه كله تقريبا في مسافة 9 أيام. لذلك ذهل الناس لما وصل إليهم، عجبوا كيف استطاع أن يصل إليهم ومعه هذا الجيش ليس عددا قليلا بهذه السرعة عجيبة، ولكن الله تعالى أراد بالمسلمين خيرا وقواهم وأعزهم لأنهم كانوا صادقين في طاعته. فلما وصل خالد رضي الله تعالى عنه رأى شؤون الجيش فيها شيء من التفرق، كما ذكرنا في البداية
كان أبو بكر رضي الله عنه قد قسم الجيوش أقساما وألوية، وأمر على كل لواء رجلا من الصحابة الفضلاء. فلما رأى خالد هذه الحال قال: يا قوم، وقف فيهم خطيبا ثم قال: يا أيها القوم، يا أيها الناس، إن هذا اليوم له ما بعده، وأنتم ترون ما أعد الروم، ونحن في مقام إن كسرناهم فإن الله تعالى سيذلل لنا العقبات ويسهل لنا الصعاب، وإن هزمنا فما أرى بعد ذلك أن تقوم لنا قائمة، فأرى أن نجتمع على إمام واحد، على أمير واحد هو يخرج بنا، وإن أردتم أن نتعاور الإمارة فافعلوا. نتعاور يعني في كل يوم أو يومين يتبادل، اليوم أنت أمير، غدا أنت أمير، الثالث أنت أمير، وهكذا. وإن أردتم أن نتعاور الإمارة فعلتم، وكلوا لي أمركم هذا اليوم، جعلوني أنا في هذا اليوم الأول، وافقوا على أن أكون أنا الأمير. فقالوا: قد رضينا. كم كان عددهم وكم كان عدد الروم الذين اجتمعوا؟ كان المكان أولا يا أيها الأحبة هو اليرموك، واليرموك واد مشهور جدا يمر فيه إلى اليوم نهر شهير أيضا هو نهر اليرموك، أو نهر الأردن عفوا، نهر الأردن. هذا الوادي واد مشهور لا يزال معروفا، كان مكانا عجيبا، وكان الروم قد سبقوا المسلمين إليه فكانوا أقرب للماء منهم، ولكن الروم صنعوا بأنفسهم ما لا يصنعه الأعداء بأعدائهم. ربط كثير منهم نفسه بالسلاسل زعما منهم أن هذا العمل يجعلهم لا يفرون إذا التقى الجمعان، ربطوا أنفسهم بالسلاسل. وكان قيصر قد أرسل عددا من كبار قادته وأمرهم بالاشتراك في هذه المعركة، كان منهم ماهان، كان منهم القبقلار على أسماء الله أعلم بلفظها لأنها أسماء أعجمية، وقديما كانت العرب تقول أعجمية فالعب بها كما شئت، يعني هذه الأسماء لا تضبط كما تضبط كلمات العرب لأنها أسماء في الأصل ليست على عربية. أرسل باهان أو ماهان، وأرسل القبقلار، وأرسل جرجة، وكلهم من كبار قادة الروم. أما جيش المسلمين فأكبر من قدره من المؤرخين قالهم 40,000، وبعضهم قال 24، وبعضهم قال بين هذا وهذا. أما الروم فأقل من قدرهم من المؤرخين قال 120,000، أكبر عدد للمسلمين 40,000، أما أقل عدد للروم 120,000، يعني على أقل عددهم أكثر بثلاثة أضعاف. أما أكثر من قدرهم فقدرهم 240,000، يعني بستة أضعاف. خطب فيهم خالد رضي الله تعالى عنه وحثهم على القتال وشجعهم على الصبر وأمرهم بتقوى الله عز وجل. وكان فيهم كما ذكر المؤرخ الشهير سيف بن عمر رحمه الله تعالى، كان فيهم عدد من الصحابة الفضلاء، وذكر أيضا كلمة الله أعلم بدقتها، قال: وكان فيهم من الصحابة البدريين 100 إنسان من أهل بدر، وكان فيهم من الصحابة البدريين 100 إنسان. وجعل هؤلاء الصحابة كل أمير جماعة يشجع أصحابه، ويدور الصحابة رضي الله عنهم بين أفراد الجيش فيشجعونهم ويثبتونهم ويعظونهم ويقرؤون عليهم القرآن. كانوا يقرؤون في كثير من الأوقات في ذلك الحين سورة الأنفال التي هي السورة التي يذكر فيها شأن القتال والثبات والصبر في الجهاد في سبيل الله، ويحث المسلمون من معهم على الصبر والصدق مع الله عز وجل، ويخطب فيهم. خطب فيهم عمرو بن العاص، خطب فيهم أبو عبيدة بن الجراح، خطب فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وقد كان معهم، خطب أعداد من الصحابة في المسلمين يحثونهم ويشجعونهم على القتال والحرب. أما خالد فقد صنع أمرا عجيبا كعادته، وهو عبقري الحروب، ولا يشبه خالد أحدا أبدا.
أو لا يشبه خالدا أحد أبدا في الدنيا كلها. لذلك إلى اليوم كثير من المعاهد العسكرية حول العالم تدرس خططه الحربية التي كان يصنعها أثناء معاركه، تدرسها إلى اليوم رغم تغير يعني شؤون المعارك كلها بمظاهرها وبأسلحتها وبغير ذلك، لما آتاه الله تعالى من موهبة أولا، وثانيا كيف صقل هذه الموهبة حينما أكرمه الله تعالى بالإسلام الحنيف. قسم الجيش لأول مرة عند العرب إلى طريقة تسمى نظام الكراديس، والكراديس جمع كردوس، والكردوس تعني الطائفة أو الفرقة أو الجماعة من الجيش. قسمه إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة أو مؤخرة وساقة وسط، وجعل على كل كردوس قائدا، وجعل لكل كردوس أيضا قطعة، وعلى كل قطعة أميرة، وكل أمير مرتبط بقائد الكردوس، وجميع الكراديس مرتبطة بالقائد الأعلى ألا وهو. ونظمهم وشجعهم، وقبيل أن تبدأ المعركة إذا به يسمع مناديا من الروم ينادي: إنا نريد لقاء خالد. قال الروم: يعرفون العربية أم هو مترجم؟ الحقيقة الروم لا يعرفون العربية، لكن ما الذي جرى؟ ليس كل الذين يقاتلون المسلمين هم من الروم الأصلاء، بل كثير منهم إن لم نقل أكثرهم هم من العرب الذين كانوا على الكفر، بعضهم كان نصرانيا وبعضهم كان من عبدة الأوثان وهكذا، وعدد من قبائل العرب في ذلك العصر كانت لا تزال على الكفر أو أجزاء منها. فبالتالي كان هناك من جيش الروم، هذا الجيش العرمرم الذي ذكرنا عدده آنفا، كان فيهم عدد كبير من العرب. نريد لقاء خالد. فسمع خالد رضي الله عنه قال: ما تريدون؟ قال: قائد منا يريد أن يحدثك. فاطمأن خالد إليهم أنهم لا يريدون الغدر به، فشعر أنهم لا يريدون الغدر، فانطلق إليهم، وانطلق ذلك القائد إليه. ذاك القائد يدعى جرجة، كلم خالد، هل يحسن العربية أم بمترجم؟ الله أعلم. كلم خالدا فقال له: إني أعرف عنكم معاشر العرب أن فيكم خصلة الصدق، وهذا مقام قد حضر وقد لا ينجو فيه الإنسان، فاصدقني يا خالد فإن الحر لا يكذب. قال: أصدقك. قال: هل أنزل ربكم على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه إياه لذلك لقبت وسميت بسيف الله؟ في سيف من السماء نزل فأعطاه نبيكم لك فلقبت بهذا؟ قال: لا والله. قال: فلماذا لقبت بسيف الله؟ قال: فإني كنت من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من مقام فيه حرب وأذى له إلا وكنت في أوائل من كان يصنع هذا، ثم إن الله تعالى شرح صدري للإسلام وهداني إليه، فجعلت أدخل فيه، ثم إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي أن يغفر الله تعالى لي ما قد سلف، فقال: أما علمت أن القرآن الإسلام يجب ما كان قبله؟ ثم إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا، فلما رأى مني الصدق معه قال لي يوما: أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. قال: فمن ثم دعيت بسيف الله. قال: اصدقني يا خالد فإن الحر لا يكذب. قال: أقول ما أقول لك، هذا هو الحق. قال: أرأيت لو أن رجلا منا جاء إليكم يريد الدخول في دينكم، فما له وما عليه؟ قال: أرأيت إن دخل رجل منكم في ديننا فإنه يكون مثلنا وقد يسبقنا. قال: يا خالد قل لي الحق، يكون منكم وقد يسبقكم؟ قال: نعم، نحن قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعاينا ما أنزله الله تعالى عليه، ورأينا صدقه، ورأينا المعجزات التي آتاه الله إياها. وأما أنتم فلم تروا ولم تشاهدوا، فإن صدقتم مع الله تعالى ولم تروا رسوله قد يؤتيكم الله تعالى من الأجر أكثر منا، لأنكم آمنتم بالغيب المطلق. نحن شاهدنا عيانا، أنتم لم تشاهدوا. قال: يا خالد، قال: أصدقك ولا أكذبك. قال: دلني كيف يدخل الرجل في دينكم. فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتغتسل وتصلي لله ركعتين. وينطلق جرجة مع خالد فيغتسل ويتشهد شهادة الحق ويصلي خلف خالد ركعتين. ثم بدل أن يكون قائدا من قوات جيش الروم، إذا به يكون مع خالد مع المسلمين، ويأمر خالد رضي الله تعالى عنه أن تكون على مقدمة الجيش رجالات من أبطال المسلمين وفحول صناديد شجعانهم، كأمثال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ذاك البطل المغوار العظيم الشهير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. طلب منه أن يكون في مقدمة الجيش، وكذا طلب من عدد من الشجعان الأفاضل من الصحابة أن يكونوا على مقدمة الجيش، حتى يرى المسلمون من خلفهم كيف يصبر هؤلاء ويصدقون. وأمر خالد فهاجم الزبير بن العوام ومعه جماعات من رجالات المسلمين، بدأوا هم الهجوم على الروم، واشتعلت رحى المعركة، وبدأ القتال العجيب المرير. وكان الرجل من المسلمين يقاتل أضعافا مضاعفة من الروم، ولكن هبت رياح الإيمان، وإذا هبت رياح الإيمان جاءت بالأعاجيب. وبدأ المسلمون يهللون ويكبرون ويتلون القرآن وهم يقاتلون، ويرفعون أصواتهم بشعار الإسلام وبنداء التوحيد، ويتوجهون بحملات قوية تجاه معسكر الروم. والروم ما كانوا قلة ولا كانوا ضعفاء ولا كانوا قليلي خبرة، فشدوا أيضا على المسلمين شدة قوية وحملوهم، فكسروا طرفا من معسكرات المسلمين. فلما رأى خالد هذا رضي الله عنه، جمع جماعات من الصحابة وقال: هلموا حتى نرجع هذه الثغرة التي دخل منها الروم. فهموا حتى ضربوا الروم في المكان الذي استطاعوا منه أن يخترقوا جيش المسلمين، وأرجعوهم وردوهم إلى المكان الذي خرجوا منه. وجاء بعض الناس إلى الزبير فقالوا: يا أيها الزبير، احمل بنا، يعني اجعل لنا كما يقولون اختراقا فدائيا. فقال: لا تستطيعون. فقالوا: احمل بالله عليك. فقال: نعم. فجمع حوله جماعات من الناس ثم كبر وتبعوه، فجعل يخترق في صفوف الروم ويخترق، ثم وصل إلى آخرهم فالتفت فليس خلفه أحد، ما استطاع أحد، لا لأنهم جبناء، ولكن كان هو قد أوتي من القوة العجيبة والصلابة المتينة وما مكنه الله تعالى من الإيمان الراسخ، بحيث لا يلتفت إلى الدنيا كلها إذا جعل بين عينيه نصب عينيه الشهادة في سبيل الله. فاخترق حتى وصل إلى أواخر الجيش، والجيش كثيف كما أشرت، ويرجع فإذا به يرى أصحابه يقاتلون، ليسوا منهزمين ولا فارين، ولكن ما يستطيعون أن يفعلوا كما فعل، ويقاتلون ويقاتلون ويحملون ويحملون. وامتلأ جسد الزبير رضي الله عنه بالجراحات، والمسلمون يمينا ويسارا بعد أن ردوا حملة المشركين من الروم وكسروا هذه الحملة، بدأوا هم بحملات وحملات على معسكرات الروم، وما كانوا يقصرون، وبدأت تباشير النصر تنزل على المسلمين، وبدأ الروم يتراجعون. ولكن أين يفرون وقد ربطوا أنفسهم بالسلاسل؟ فمن أراد الرجوع إما أن ينقلب على ظهره، وإما أن يسقط في الأرض، وإما أن تدوسه الخيل. هم ربطوا أنفسهم بأنفسهم، هم أخطأوا بذلك.
قالوا وما كنت ترى يوم اليرموك إلا رؤوسا تطير أو أعينا تفقى أو أيدي تراها في الهواء. من كثرة شدة هذه المعركة العظيمة فما إن فرغت المعركة حتى ظهر نصر حاسم بإذن الله تعالى للمؤمنين. أعز الله تعالى جند الله تعالى من المؤمنين وهزم الله تعالى الروم فانكسروا وهزموا شر هزيمة. ولما أعلى الله تعالى كلمة دينه وأعز من اتبع أمره كان قد استشهد عدد كبير من المسلمين، كان فيهم أصحاب حادثة عجيبة تروى في التاريخ ولا يذكر أصحابها، وإذا رويت قد يقولون كان ثلاثة من العرب، وهذه مصيبة لما ننسب كل أمر إلى العرب وندع الدين، هذه مصيبة كبرى. جرى مع ثلاثة من الصحابة من المقاتلين في هذه المعركة على أرجح الأقوال من كلام المؤرخين حادثة يرويها التاريخ بماء الذهب، وذاك أن رجلا كان ينادي من بين جرح المسلمين ماء، أريد ماء، فجاءه رجل ومعه وعاء من ماء يريد أن يسقيه، فاقترب منه فإذا به الجريح يسمع صوت جريح آخر بقربه ينادي ماء، فقال دعني واذهب إلى أخي ذاك، فذهب إليه فوصل إليه أراد أن يسقيه الماء، فسمع بجانبه صوت رجل آخر، الجريح سمع صوتا آخر ينادي ماء، فقال دعني واذهب إلى أخي ذاك. عجبا، أنا ما عدت أدخل كثيرا في المقارنة بين أحوالهم وأحوالنا، وإلا لما رأينا أنفسنا أبدا، هذه الحقيقة يا أيها الناس، ولكن لا بأس أن نستذكر شيئا من تقصيرنا تجاه بعضنا البعض، تجاه هذه اللحمة، تجاه هذه الألفة، تجاه هذا الإيثار، تجاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال اذهب إلى أخي ذاك فإنه أحوج مني فاسقه، فجاء إلى الثالث فإذا به قد مات، فرجع إلى الثاني فإذا به قد مات، فرجع إلى الأول فإذا به قد مات. وكان هؤلاء عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، والحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه، ورجل ثالث من الصحابة ما عدت أذكره الآن، كلهم كانوا من الصحابة. أما عكرمة فمعروف، وأما هذا الحارث بن هشام رضي الله عنه فهو عمه أخو أبي جهل، وكان رجلا من المؤمنين الصادقين، هو عم عكرمة، كان رجلا من المؤمنين الصادقين، آثروا على أنفسهم حتى آخر رمق فيهم وما شربوا الماء، وماتوا ثلاثتهم من الشهداء وما ذاقوا قطرة ماء. دفن المسلمون رضي الله عنهم شهداءهم وبدأوا يفتحون تلك البلاد، وكانوا قد اقتربوا من دمشق وضربوا حولها حصارا، فأرسل إليهم أهلها يطلبون إليهم التفاوض، فما جرى لهم وكيف حصل ذاك التفاوض، ذاك إن شاء الله موعدنا غدا. أسأل الله أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين. هل تريدين؟